هذا الى هنا كيبل كيبل على الاصرار ديالهم وحيت ديالهم هذه الرياضه والرياضه ككل باش الابناء ديالهم يستمروا يكونوا قدوه في هذا الوقت اللي كنعيشوا حاليا اللي هي صعيبه وصعيبه بزاف. وكنطلب منهم يسمحوا لينا على البروغرام. صراحه الله صابرين كيدي كتشوفوا كيجيبوا هو صابرين في المدرسه على المراجعه على بزاف ديال الحوايج وعلى الحصه الاضافيه اللي كتكون كل واحد الصباح هنايا بالنسبه لشهر الامتحان. صراحه هو الافضل راه ماشي هو انتم راكم كنشوفوا راه ما تكونوش انتم وحدنا انتم باش غادي تزيرو بالوقت في المدرسه بالحضور بالاجتهاد بالوصول. راه ممكن ما تكونش بطل ولكن ممكن تقدر تكون مريضه تخليك ديك واحد الفريق في المجتمع وتكون صالح حتى راسك. الو كان بلي نحيي فيه الاباء سبايدر انا اللون ديال السنه كان عندي واحد صديق هو ديال المدرسه وكنت حضرت معاه واحد الاجتماع مع الاساتذه ديال المدرسه ديال التربيه المدنيه ولا ديال اللغه العربيه وزاد الحوايج كان واحد الاجتماع سمعتو بودني قال لهم ماشي شغلك في التراك يلبس اللي بغا يدير خاتم كيف ما بغا يحسن كيف ما بغا يدير كيف ما بغا. راه المدرسه هزات يديها على التراك بصح المدرسه هزات يديها مابقاش في التربيه كيف ما بغات. حنا كنحاولو نديرو واحد الدور ديالنا نزيدو نعاونكم في هاد الاباء في هاد الوليدات هادو حيتاش الزنقه ولات بزاف التليفون ولا بزاف. انا راه كنقول معاكم صايم بعض المرات عرفتو بعض المرات حتى هادشي ديال الحفاظ الامتحان ما ساهلش ساهل ما ساهلش كنورك واحد المرات تكون معصب واحد المرات تكون هذا علاش باش تكون في المستوى اليوم وباش تكون في المستوى تا من جيب النظيفات ديالكم في الشارع في المدرسه مع الاباء ديالكم حيت كيف قلت لكم المدرسه راه هزات يديها دور على الاباء باش يبغي يتفرج على السينيزا. الوغ اليوم اليوم حنا كاملين حاضرين في امتحان الاحزمه ديال الدوره الاولى من الموسم الرياضي 2022 2024 كيف ما كتعرفوا عندنا جوج امتحانات في السنه. باش نكونوا حاضرين اليوم في هذا الامتحان راه كان شويه ديال المجهود كان شويه ديال الصبر كان شويه ديال بزاف المعاناه باش تكونوا في المستوى اليوم وتشرفوا راسكم وتشرفوا الاباء ديالكم وتشرفوني كأنا الاستاذ ديالكم. الوغ كيف ديما كيف الخطه ديال الاستراتيجيه ديال الجمعيه كل امتحان كيجي عندنا الاستاذ من الاساتذه الكبار اللي كيشرفوا على الامتحان ديالنا ما كندوزوش انا شخصيا كنخلي لك شويه استاذ اخر كيلاحظ كيشوف وكيدير لي انا قيمه يعني كيعرفش انا القيمه ديالي يعطي واحد الوقت يعني كل مره كيف تقولوا كنهزوا لافار ونجيبوا اساتذه من الاساتذه من الاساتذه الكبار. واليوم ما خرجناش على الحيطه مع الاستاذ من الاساتذه الكبار اللي كتدخل اللي كتسخر بهم الجهه ديال الرباط سلا قنيطره ابن مدينه تماره اللي كنشكروه الصراحه والبنيده ورغم طول المسافه والطريق جا وجا في الوقت في الموعد وكان هي مع لقاء كبير استقبلنا في النادي ديالو مع درنا واحد الاحتكاك معاه في الجمعيه ديالو في مدينه تماره. الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي استاذ مبطئ واستاذ ومدرب وطني والحافز على حزام كاس الدرجه الثالثه رئيس جمعيه نجوم الصياد تماره الماستر محمد الصياد. هذه الكلمه للاستاذ تقدر يكون هذه الحاجه اللي كتعجبني هو يقدر يكتب. السلام عليكم. السلام على الاستاذ ديال كل شيء ولكن كما هو ضروري نقول شي كلمه مهمه. اولا كما هو شرح واحد النقطه اللي هي مهمه هي ديال لي باغول تاع بعد حيت كون ما كانوش الاباء ما غاتكونوش نتوما هنا حينما الا جيتي غير تشوف غتلقى واحد المجموعه ديال الاصدقاء ديالك ما تيمارسوش الرياضه شنو هو العائق ديالو هما لي باغول ديالو هما الاباء ديالو تمنعو مثلا من الرياضات ولا حقا ما عندكش الوقت حقا ما عندكش هذيك انت جاي يكون عندو الوقت ما عمر ما يكون عندو الوقت حتى توصل لواحد اللاج معين وتندم علاش ما دخلوش الرياضه اللي بحكم تجربه ودوزنا المئات ديال الوليدات بحكم تجربه ديال الوليدات اللي يقطعوا بحكم تجربه الوليدات اللي استمروا حيت تبارك الله دابا
كل واحد وفين تخرج كل واحد يوصل الى هادو نتوما محظوظين محظوظين بالاباء ديالكم محظوظين بهاد الرياضه اللي تسمع صوتهم يعني تيقول لك العقل سليم الجسم سليم حتى العقل الرياضه ماشي هي طريقه الانسان الا كان تيتريني مزيان سيرو عمر غادي يكون البدن ديالو مزيان غيكون العقل ديالو مزيان الدراسه الا كان البدن ديالي مهلوك غنكون مهلوك في الدراسه ديالي كان العقل ديالي حتى هو مهلوك او عامل كيما قال هو في التليفون في الصحافه بزاف ديال الحوايج ما غنكونش نركز في الدراسه ديالي هنا تتكون نقطه ضعيفه ملي تكون نقطه ضعيفه تيجي واحد الوقت تلقى راسي طالع غير كما تنقولوا غير بالتدريب العكس ديال الوليدات ديال الرياضه تبارك الله اغلبيه خلال غير الوليدات اللي دازوا عندي كاين واحد المجموعه ديال الوليدات تبارك الله ديال الوليدات دابا مون ليسي اللي كان تبارك الله اللي تخرج بيلوط كاين دكاتره كاين بزاف ديال الوليدات اللي متعلمين الرياضه وباقي اتصال معاهم كاين اللي داخل الوطن وخارج ارض الوطن هذا بالنسبه لنا حنا كنفخر يعني بالنسبه لنا حنا تنحسوا براسنا عندنا ديرنا واحد الرساله كمان الى هذا نتمنى من الله سبحانه وتعالى حتى واحد ما يحكي راسو هنايا غدا ولا غدا انت غتكون بلاصتي وتختار غدا ولا غدا انت تقطر لك عاود ما تجيكش غريبه ولا تقطر لك الاستاذ ديالك شحال من تلميذ تتفوق تولي دكتور او لا تبارك الله يعني توصل والاستاذ مثلا تيبقى استاذ واش كاين هذا كاين ولا ما كاينش تلقى بعض المرات يعني الاستاذ يستافد من التلميذ ديالو الى هذا حتى واحد ما يحكي راسو وتبارك الله خلال غير الانضباط وخلال الجلده ديالكم وكما قال الاستاذ يعني واحد المجموعه ديال اللي كان كيف باش تراجع مع الامتحان حتى ما بقاش قليل تجي تدوز تطريني تدوز الحصه ديالك تجي الامتحان تدوز حتى ما تحطش شغلك هذاك ولكن الاستاذ ملي تبذل واحد المجهود وتيتقاتل معاك والا تبقى الخير يعني خاصك تشد فيه وتعاون معاه باش تعاون معاه بالحر ديالك وبين دابا ديالك وصمت ونخا ديال الدوره تجيب النتيجه تقول لك والله جبت نقطه مزيانه يقول لها واحد يقول لها هي الشتي راه ربما كحتو اغلب اللي يقول لها ما رايكش تخلي حتو حيت يقول لك ولا مصالح يعني الرياضه تحبسك على الدراسه اغلب اللي يقول لها تنوز معنا كان يقول لها بحال هكا كما هكا تنسولو تقول لي 19 ماشي بريفي ماشي بريفي يعني دوكون 19 18 اللي تيجي 17 يقول لي وحش مال اللي تيجي 17 يقول لي وحش مال اذا ملي تنشوفو جاب 19 ولا 17 او 18 اذا تنحس انا يعني بحال يعني بحال تنقولو الولد ديالي يعني الولد ديال يعني ديال الصوت ديالي راه جاب ديك النتيجه وتنفرح له ربما يعني هو كما تنقولو الاب ديالك في الدار وهنا في النادي راه هو الاب ديالك الثاني يعني اكثر واحد يفرح لك ما بعد والديك هو الاستاذ ديالك الى هذا شدوا الرياضه ديالكم شدوا الدراسه ديالكم صمتوا لوالديكم بعدو من الماكله ديال الزنقه غادي تكونوا مزيانين ان شاء الله بحول الله شكرا إذا كانت هذه الكلمة ديال الأستاذ محمد الصياد، ألوغ نبداو الامتحان ديالنا على بركة الله بنضال كيف هضر. عبد الحكيم السعيدي، نزار الحديد أنس مرنان لا أنس خالد سابع تسنيم العلا ليث بن العسري إلياس الزهول أبو العسل أريج مستعين صالح الدين روح الدين محمد الرب أمير عوفير
شيماء أمين ليدا ريما الزهراوي تريا يا شريف وجيت بالكورية مثلا تنقول طوليو تشاكي طوليو مثل العراق تشاكي وجم رجاب
نقول اري مافي اري اسفان مافي ديفاير كلكم ماتشو كلكم احلى مافي ديفاير صمار مكتيدي صمام يمسوها مكجان ديال لي تشي دو جونبيير الى اخره يعني جميع المصطلحات بكوريا على ما تسمع بعض المصطلحات الكروي فرنسيه او ولا بلومي الى هذا امر بيت مصطلحات باش بكوريا شنو باش تدخل طابي بحال داخل مدرسه كوريه البوستات ما يهضر مع الكوريا لا يجي يفهم شنو يهضر يقول لك شنو تيقول هذا ولكن انتم حكم على المدرسه ديالكم يجي المخ ساهل كما قال الولد ديالي راه ما عرفش نتخاف مع المنطقه ديالي نتخاف ديالي برافو شكرا لك برافو تيريا وي ستان ستان شوف 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 ش
كيلو أبرو كيلو اللي سودي تشام سودي دو تبومبيش بس تبي سوغي اكوبي اريماكي نو ايوه تيرو تعالوا اكوبي اريماكي نو أبرو كيلو أبرو كيلو جنبي سوء يا أكوبي مونتور ماكي نو أبرو كيلو أبرو كيلو جنبي سوغي أكوبي أولغور ماكي نو كيلو شكاتا أبرو كيلو أبرو بسمش كيلو جنبي سوغي يا أني دابا تي تشام سوغي أري ماكي نو هل 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 مونتور ماكي نو هل 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 سيبون نو تيل موانجو تيل موانجو Descendant 1, 2, 3, 4, 5,
10 7 8 10 10 حق باسيال ضر عليه هنا الرونتيكا هنا من هنا ياخذ جاكا جاكا سيال شري لا لا هذه شويه هي مرو برا برا شري اومي تبع شري من ابشر حركه مينا بلاستيك يعني يلا بيدو دي هاتو خطوة كبيرة خليل ما شو اسمه الحزام تي تي تسنين
شنو سميت التيتشابات يعني كلمة تيتشابت بي؟ وضعية الجلوس على فرس. يا قول لنا شاهد ماذا تعني كلمة أريماكي؟ ما سمعتش شو سمعت؟ عودي كامل دفاع أسفل. يلا عبد الحكيم ماذا تعني كلمة منطول ماكي؟ حركة دفاعية وسط جسم. يلا شنو كمل؟ بيد مغلوب. يلا ماذا تعني كلمة قلبول ماكي؟ يلا قلبول ماكي قولي لنا سنين؟ شيء قلنا ليس؟ قول قول ماكي؟ قول قول ماكي دفاع على الجسم. يا موطن شريكة سنين؟ قولي لنا عبد الحكيم؟ حركة هجوم من وسط الجسم وماذا؟ مغلوقة. يا صعبة واه شو سميت الرياضة اللي كديرها؟ تايكواندو. إلى كم حرف تنقسم كلمة تايكواندو؟ ثلاثة. لا غير. إلى كم حرف تنقسم كلمة تايكواندو؟ ثلاث أحرف. ثلاث أحرف. دي كولومبيا. دا تبليش. تي. تي تبليش. كوان دا بليت دوس في دماغ استخدام العقل. وشو شكون يقدر يعاود لي كامل قول لنا خليل؟ تنقسمو ثلاث احرف كلمات تايكواندو مين؟ ثلاث احرف. دي تي ضربيليت كوان ضربيليت دوس في خدام العقل. واخ وإلى كم جزء ينقسم الجسم في رياضة التايكواندو؟ قول لنا شاهد زيد قولوا لنا جزء سفلي زيد زيد قولوا واه ها يقول لنا فهد الحساب زيد 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 واه نشوف شكون يقدر يقول لنا قول حاجه جوده انا دل واخا عاودوا لينا انا دل سيت نيت لاصوت يا واخا شو اسمه الاستاذ بالكوريا يا والقاعدة دي عبد الحكيم؟ صبر. لا القاعدة دي هدا. طب. طب. وشنو؟ طب. لا. قول لي بس بس. قول لي. دوزا. 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 يا. تري. سؤال 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 سؤال. مزيان هكا يكون شي اللي بحث ومعركة صغار إذا طبيعي وعبر المصطلحات المصطلحات تبقى حيزة قصوية ما عرفناش ثلاثة أغراض وهيكم شنو اللي بيسمع مجموعك وما عرفوا ماشي ما عرفوا وين؟ نشوف على الوضخاء الوضخاء شوف الله عليكم مصطلح مخاء مصطلح مخاء أبو خلش حتى المستدير كانت حتى مراحة عطيه ليش يكون السدير هو اللي تيترمي لك هذا 14 ولا 15 اللي يقبل من الجهه اوكي كيف هو اللي عارف يعني عارف القدره ديالك وعارف كيفاش تخدم انا تبقى يعني كم ملاحظه الملاحظه بالنسبه لي تبارك الله خير من الوليدات حسن جدا ما شاء الله غادي يولي تبارك الله على الموضوع هذا ان شاء الله يكون بطل وين كلهم بالنسبه لي غير هذاك هذا Thank you.
أكتيف لاحقا. كما قلت هو الطابي هو الدوجو اللي قلت له هي طوبو لان المصطلح الكوري طوبو كما قبيله الكوريا حزام تشي استاذ صابونين ياك استاذ صابونين شكرا جزيلا كم صار؟ كم صار ميلا فوالا بالنسبه للاحزمه اولا الحزام هو تيكون شيء قبل ما يعني تيكون شيء قبل ما تيكون شيء بالنسبه للاحزمه كاين الحزام ابيض الى حزام احمر بالنسبه للدول الحزام ابيض الى حزام احمر كاين الدول الحزام ابيض تنبداو 10 دول تنساليو شحال واحد ليغو هو اللي تنقولو له حنايا الدارجه الاولى تنقولو له الشرفيه اوكي من دوزيام بو حتى لبروميام بو بالنسبه للحزام ابيض مبتدئ حزام ابيض شنو هو؟ وحزام اصفر اللي تنقول حزام اصفر راه يعني دخلت في بطاقه اصفر غير الاحزمه تقسموا باش الفريغو باش ما تيبقاوش بالنسبه لحزام اصفر ممارس بالنسبه لحزام اصفر ممارس فوالا وبالنسبه لحزام ازرق اللي تنقولوا حزام ازرق راه هي حزام برتقال لا حزام برتقال ما حزام اخضر بالنسبه لحزام ازرق كمل متوسط حزام ازرق متوسط فوالا وحزام احمر حزام احمر متقدم 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 الى حزام اسود حلو ولا بار متقدم الى حزام اسود يعني شنو قلنا حزام ابيض مبتدئ حزام اصفر ممارس حزام ازرق متوسط متوسط إذا أزرق سيكون متوسط إذا أحمر متقدم إذا أسود إذا أسود تقني يلا يلا حيتي شباب يلا بكالوريا ديالك بديتي التخصص حرر يا صافي تحرر يا مزيان ها تبارك الله عليك سيريال ليكلو جلس يجلس وليكلو القوى القوى Hello?
بل نو بل تبي سرقي هلقو حكي بلاصتك نو بل نو بل نو 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 هل نو نو هل نو شمسوغي بلبل تشيريبي شمسوغي بلبل تشيريبي نو تشير 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 Hold on, Mati. No. Check. Hold. Check. Check. Sudah tadi boleh arus setiap hold on, Mati. Boleh arus? Harga berjumlah. Ya. Ya. No. Check. 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 Hold. Check. هي كل كل ماكي نو هل سل سل صد جابي سوغي اللي اخو بي كل كل اللي اخو بي كل كل تشيري اخو بي وجو كل كل نو تشاهد يا ابرو تشاهد تيرو تشاهد تيرو سيرا أبرو سيرا سيرو سيرا جابي سوكي دليا سحادو تشيريكي إيجا سحادو تشيريكي إيجا يل فونسي جاري نو تل نو تل نو تل 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 يا كلنا ليش سميت هادي 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 قول قول ما قول قول ما قول قول ما سليمان هاد ها ابشي هاد بيت
واليوم شيلي هذا والقول يا صح لي صحاب تشيلي تعيد صحاب تشيلي أربعة دي كيفاش نحاولوا نجمعوا ديال الحركه كيما قال لكم الاستاذ قبيله اللي راحت كيفاش نحاولوا نجمعوا ديال الحركه 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 كيفاش نحاولوا نجمعوا دي
تخدم اريماكي دفاع مونطونش اللي هو الهجوم على اربع اتجاهات تنحرك في الوحده تخدم ديما باليسار ومن مرات نقدر نزيد مثلا نزيد مثلا بوردو ماكي نزيد بوردو صهان نزيد صهان مكتيني نزيد الحركه اللي بغيت تقدر انت تبدا تبدع والحركه اللي حتى تبقى تخدم على الكره على الاتجاه يا ابشاردي يا ابشاردي يا توتشيدي يا توتشيدي يعني تقول كي بون صعيب تشري لي ديبا هوجو على اربع اتجاهات بالنسبه للمونطون ماكي مونطون ماكي بوردو ماكي ثم حيزه اصفر حيزه ابيض ولكن نحاول نشريها باش نقول لك اخرى نحاول مونطون ماكي نحاول حركه الدفاع ما يدخل ما يديش كاري حركه الدفاع نحاول نحرك يدي بجوج ونخرج بوردو ماكي كذلك نجيب من هنا الحزام ونطلع الحجرة ديال السنطة تنطلع من هنا السنطة تحرك هاد علاش حيت واحد هاجم عليا إلا درتي ليه هكا غير ضربو كتهز درتي ليه هكا راه طلع ديك الحركة باش نتعلم هاد الحركة تولي يخرج ليا مزيان هي ديال كي بونس حاجة جديدة ونكثر منه بحال الأوتوماتيك مخدمش مثلا غير واحد جوج عشرة سايز واحد الممثل معروف تيقولو ليه جاك الشرطة شتي تعرفو ياك كان قبل ما تطلع قبل ما تطلع تضرب 1000 ديال مونطون شيكي تخدم شي ديال التراكسيون عاد تيدوش فيك كانت عنده عادة هذا بما تعطيك غير ابراولي ابراولي خلي ابراولي جيبها من المكان تطلع بها نيشا بوح ديريكت علاش شوف بوح لا غير بوح فوالا شوف اللعيبة وحدك يلاه حاول تطلع بها نيشان زين هذه دابا خدمتي هكا اب تشيل طلع بها ديريكت اول ديريكت فوق الفوق سير فوالا سير زين 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 تمشي بس طوال مزياني زين طلع ابرا لي دابا بحال هكا هو تيخدم مثلا خدم 10 15 20 حتى انت تخدم واش خصك تطلع انت تخدم هذا حتى تولي تخدم حركة فوق ملي تخدم فوق شنو تعطيك انا ديك لا سوربريز ديال ديك العطله اللي عندك هنا عاود دابا طوالي كل واحد كيطق تقول لي هاد الكوتشون ديالك تمام سيبها طوالي ديال السير هاو راه هاو راه نازل زين هاو يلعب صوت كيف بالضربه زيد مزيان سباي ولكن بغيت نقول لك انا مقاومتي لك جميع الحركات اللي كثرتي منهم بزاف علاش هذيك اللي تلقى حتى هي علاش هذيك اللي تلقى حتى هي تيكون ناقص شويه حيت تنقصوا لي بزاف ديال الحصص وهذوك الحصص فيهم بزاف ديال الحركات وفيهم بزاف ديال المعلومات يعني تتغيب عليهم لهذا حاولوا تخرج فيهم في الحصص الإضافية خدم مع عدد ديال الحركات الوليدات صغيورين فاصل أنا كنت صغيور تنعرض فاصل تنضحك تنتفرج فيلم وأنا عرض فاصل أما فاصل تنراجع تنتفرج ياك كل شيء عرض فاصل برافو مرة أخرى غنجرحكم كامل تنقوا إن شاء الله فاصل كيتساب باش تنقوا فاصل برافو عليك شكرا هيثم الزاهي عمر مختار
مريم زروان يوسف الحفيدي طه سامي سريعه كوكي تكوى دوسه كوكي سات 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 يا فوق بسرعة بلاصتي أو كيف أجري كيف أجري بسرعة Thank you.
Ja, sehr gut. Genau.
هذه صار صحاب باي تشيلي صحاب باي تشيلي يمين يسار ستيب اه Ça va, 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 ça va,
ونجي هنا ونستحنا بسرعة أب 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 نعمل أب نعمل أب نعمل أب نعمل Pasien. Atribut. Atribut, atribut awal, atribut. Nomor TK, sisi kembali ke sini. Approve. Tiro.
اليوم برو 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 اليوم برو جنب سوكي يا اعطيني شي تشام سوكي خاصو نورمال ماكي شي تشام سوكي خاصو نورمال ماكي نو تشي خاصو نورمال فهم No.
نجيبوا
فاش راح يجي الدور تخرج قرر تشدو في خاطنا غيتقطع حتى هو في الجهه القوه ديالك بس استعملتي لهم ديالك باش تشد واحد وقت ما تنقولو حنا ديال النهار اوكي بارك الله عليكم أكوبي جيبي فو موكتيبي أكوبي جيبي فو موكتيبي نو أبروك بنزيان أبروك سيرو أبروك أمبوليو نو أبروك أبروك Ungolio, parou. Cinco vi, um não vou formati. No. Aprovo. Aprovo. Tiro. Tiro. Serviço vi. Apu vi, tudo junto, apti. Apu vi, tudo junto, apti. No. Zidane. أبوي تجمع أشي نو تشا أبرو تشا تيرو تشا تيرو تشا أبرو تشا أبوليو تشا أبوليو تشا تيرو تشا تابيسون يا دي تيكوبي مونتون باكاس ماني تيكوبي مونتون باكاس ماني نو Apro, tiro, apro, mongolio, apro, mongolio, registro, acumi, pion fongotiri, acumi, pion fongotiri, no, tcheca, apro, tcheca, tiro, tcheca, tiro, tcheca. Pro. Arbaco. Check No. Check it. Hold. Check it. Check it. Arbaco. Check it. Ida. Juice. Por plástico traumático. No. Check it. Por plástico traumático. Ali está. Ondolio. No. Check it. Apro. No. Juice. Ondolio, no! Sorte! Apro, jus! Sorte! Che, sorte! Ondolio, no! Che! Apro! Che, sorte! Ondolio, no! Che! Devi sugli! Ya, attendiamo, ci ciamo sugli, tu ciumo, accivi! Ci ciamo sugli, tu ciumo, accivi! No! Sorte! Che! Hup!
Mon porte la case magique. Non. Stop. زيد زيد ها
عندك لاصوبيس عندك كلشي غير رجلك ماشي انت الحشمانه غير الحشمانين
دابا طالب شي دابا دابا مزيان دابا دابا مزيان غنحاول دابا مزيان غير زيد دابا مزيان دابا قدام وجهك زيد مزيان حاول دابا زيد غير زيد حلي غير زيد صافي ولا شي تنطق صباعك إذا جمعتي صباعك تولي تشيكي بغيتي هكا تولي تشيكي دابا باش ما كملتيش لهم تسمي في تشيكي اوكي يعني الحركة اللي تنهز هكا مورو تشيكي مشيت هكا في تشيكي طريو تشيكي بغيتي هكا في تشيكي زيتي هكا في طريو تشيكي دابا باش نجيو شبيكرا إلى آخر غير لما بديتي غير الحركة غير واحد شوية تبدل السنية ديالك عرفتي مزيان نتوما كونسي أربعة كونسي أربعة تحيدوك حاجة كونسي أربعة فيها لي بيان سون كوت وغير جوج فوا موكتين إلا لاحظتو فيها يوتشين لي تنتقل من حزام أخضر إلى حزام أزرق بالنسبة للسبب الكوري أو الكوري بصفة عامة إلا ما غنمشيش يوتشيني إلا ما غنمشيش يوتشيني مزيان ما تعرفش حزام أزرق تركزو البونسي كان تركزو على يوتشين واش تقنع ولا لا عندما نتوما دراري صغار غنضربش يوتشيني هنايا غنضربها فوق نضربها فوق قدام وجهي نضربها فوق قبل نشوف فيها ونضربها عقل ولا مزيان خدمو على يوتشيني مزيان ولا تعلمتي علاش حزام ازرق تعطيو فيه يعني بونسي صغار فيه ديك يوتشيني تركزو عليها علاش حيت الا تقنتي يوتشيني جميع الحركات ديال التيكوندو غيجيوك ساهل حيت يوتشيني صعيب ماشي ساهل يجي مزيان جو يوتشيني رجلي تدور 180 درجة صوت صغار ما مع المدة ومع حيت نتوما باقي صغار ما يمكنش غادي تتقنوا كيف كما ينبغي لأن ما باقي صغار يكفي تنحضروا الشيما تنحضروا غير يجي واحد الوقت غادي تتقنوا وتولي تتقنوا أكثر من حنايا صوت صغار خصنا نعرفوا صوت صغار على حسب الدفاع جو بي بون لوكتي ديك يعني الدفاع الكور تنهجم مباشرة تنصوتو لوكتي ديك فهاجم هي برجولة ديدو الدفاع تنخرج عنده هجوم مزيان يعني بحال الإتقان تنضرب الضربة ديال الأصابع تكون صح من Molió. Molió. Tiró. Porque de ahí. Molió. Apro. Apro. Molió. Ahora. Tico vi. Hazlo un montón de pacas más aquí. No. Ya. Apro. 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 Un bolio. Un bolio. Tiro. 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 Ah. Bien. Accubi palco dulio chigi. Accubi palco dulio chigi. No. Apro. Apro. Tiro. Tiro. Molio. Apro. Apro. Molio. Ini kuasa di tujuh mok abci. No. Pro. Cek. Jawab itu. Apro. Cek. Bolio. Cek. Pro. Cek. Pro. Cek. Pro. Cek. Ya. Ini harga tunai dia. Tiku bilang semua orang pakai mati. Apro pantau beli cili. No. Tung. Two. 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 Two.
No.
نو نو هل نو 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 شوفي سوري نعم نو هل 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 هل نو هل نو هل يا تمام دينا سيدي موطن اكو موطن الماكي صح حاجه دي Donc, je m'occupe à Chili.
شنو الفرق بين المشاكل والتشيلي؟ تشيلي هجوم بالأرجل وتشيلي باليد. ملي نسمع شي حركة كتشيلي عارف راه هجوم بالأرجل. قول الأستاذ شي حركة ما فهمتيهاش، لكن عيد تسمع بها ديك الشيلي عارفها بلا ديال الرجل، قلبها ديال الرجل ما تمشيش عند اليدين. تسمع شي حركة كتشيلي عارفها كاينة في اليدين، قلبها في اليدين. اوكي؟ هذا هو الفرق اللي بيننا بيناتهم. نمشيو لبونسي خمسة، بونسي خمسة عبارة على ايش؟ الريح. ياك تقريبا ها ياك جنبرو يبان على الريح او العواصف الرعديه هكا خمسه 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 راه ماشي غادي دير كاس وبروتاج وغتقول له تشوم بيه تحت مع ستار وتقول له غنضرب تما كراسها تعطي سينيال الا شي واحد جاب غير تلقى لي انا صفحه ودرت له هكا تشوم بيه غادي تنضرب ما يدير بحساب فهمتي ولكن بونسي هو ما تيجيش نقع عليا شي واحد انا تندير تيكواندو مثلا هذا تيكواندو جا واحد شنق عليا امرو طلق مني خليني ندير كاس وندير بروتاج دو لا لا غيطلع هكا وين ندير تشوم بيه لا ها ولا تقول له طلق طلق خاصو تجي بعيد عليه يدير غدام على راسك باش غدام على راسك هو اللي بونسي اللي تتحفظ وخاصك تخدم كيما صاحبكم ديال الدري يخدم معاك حركة هذه ممكن نحكي بيا بونسي ولا خطني
عامل ثلاثه الثانيات. اذا هنا هذا الشيء كامل غنشكل لكم هكا واحد هكا اللي يكون نفس الحركات هكا تخدم هكا تحاول تكثر الحركات وتصفر الحركه ديالك باش يبقاو ما لبسش فيها هكا. تمام دوز عندنا حركه هي ولا هذه الساعه فهمتي؟ اول مثال هي هكا ضرب الراس ضرب كون عارف غادي يكون بروماكي بديت هي هكا دي 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 دي